من نعم الله علينا أيها الأحباء في هذا الجيل الذي عشنا فيه، أنه أعطى الكنيسة البابا كيرلس السادس ليكون شاهد للمسيح ليس في هذا الجيل فقط بل إلى أجيال الأجيال. نعتبر نفسنا مغبوطين جدا نحن، كثير مننا شافوا عند الباو كروس نايح من 32 سنة سنة 71، ولكن حتى اللي ما شوفهوش يتشفعوا بيه بالذات النفوس اللي في الضيقة أو في الآلام أو الأتعاب. أنا أذكر إن إحنا لما كنا في السجن سنة 81 كان في ذهن كل واحد وبلا استثناء وكل يوم وكل ساعة ان السند اللي كان بيسند الموجودين في الضيقة دي كان البابا كرولس. والقصص شيء لا يعد ولا يحصى، فاللي شافوه كان بابه مفتوح لكل واحد، مفيش حد اسمه كبير صغير غني فقير عيل صغير انسان كبير وزير، مفيش فرق، الباب مفتوح وجميع الناس تدخل. واللي ما كانش ليهم نصيب انهم يشوفوه في الجسد حاسين بذات الروح نفس الحب والعناية اللي عاش بيها نحو شعبه والحنان المفرط. هنتكلم عن البابا كرولس بنعمة المسيح في الليل. احنا بنجتمع الساعة 7 في الكنيسة كل يوم حد في الصوم الكبير، بندرس الكتاب المقدس، هندرس في الصوم ده رسالة أفسس، والنهاردة بنعمة المسيح هنتكلم عن البابا كرولس. يعني هيبقى عندنا فرصة أكتر من القداس ده. وطبعا من نعمة ربنا علينا برضو ان احنا ربنا ادانا ابونا كرولس في يوم عيد بالبابا كرولس. ابونا كرولس بقى له 6 سنين دلوقتي، ربنا يديله ايام مقدسة كويسة يخدم فيها شعب المسيح. هنيجي بعد الظهر الساعة 7 يعني نجتمع حوالين سيرة البابا كرولس ونقول لابونا كرولس كل سنة وانت طيب. الحد الاولاني من الصوم الكبير والحد اللي فات والعشية امبارح، الاناجيل كلها اجزاء من الموعظة على الجبل. انجيل معلمنا ماري متى صح 6، وكنا بنقول بالليل ان الموعظة على الجبل دي دستور المسيحيين. لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والآكلة، الصدق يعني، حيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوز في السماء. دي وصية المسيح.
حيث لا يفسدها سوس ولا آكلة ولا ينقل السارقون فيسرقون. لا حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. من يوم ما اتخلق الإنسان على الأرض وسقط في الخطية بقيت مزروعة في طبيعتنا وفي كياننا محبة الملكية. الإنسان عاوز ياخد، عاوز يحوز، حتى الأرض يسميها الحيازة. حتى في الطبيعة يعني أنا بتشوفها في الأطفال الصغار لسه ما يعرفوا لا خطية ولا يعرفوا حاجة أبدا، لكن في الطبيعة لا العيل يقول لك بتاعتي حاجتي ماين، هو لا يدرك. امتى يبتدي يتحول ذهن الانسان من الممتلكات والحيازة بس الملكية دي بتزود الذات يعني، ولا كان عندي دايما تحط جنبها كلمة أنا يعني. إمتى يبتدي الإنسان يصلح الطريق ده؟ يعني الحتة المزروعة في الطبيعة دي، إزاي الواحد يموتها؟ لما يتجه بصر الإنسان للسماء بحقيقي، يعني كل واحد فينا بيعرف نفسه كويس. لما يبتدي الإنسان تبقى وجهة نظره الديستنيشن بتاعته بقت السماء، يبقى إنسان سماوي طالب ملكوت الله. آخر الإنجيل بتاع النهاردة يقول إيه؟ اطلبوا أولا ملكوت الله. الحاجات دي ما تحطش بالك فيها كتير. كل أمور الجسد أعرفها كويس قوي، زائلة بزوال الجسد. لأنها كلها للاستعمال المؤقت. يعني مثلا لأي دكتور راصص في الأوفيس 7 8 10 15 شهادة لوقت، أصل ده مش آخر جيل دكاترة في الدنيا، ده كان في جيل قبل كده علقوا شهادات وقبلهم 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 وقبلهم، وكراسي وزراء وكراسي رؤساء دول، ويقعد رئيس دولة يعني بس ما بيدومش الكرسي والمركز والسلطان والملكية والفلوس وكل مجد العالم لفترة مؤقتة موقوتة بزمن ووقت وخلاص. فالكرسي والمركز والفلوس والعظمة والفشخرة اللي انت بتشوفها في الناس ديت كلها مؤقتة. أنا دي مش عاوز أشرح كتير، مش عاوز أتكلم في ده كتير. ليه؟ لأن الواحد حاسس في جسمه إن جسمه زق نفسه مؤقت. مين فينا مش هيخلع جسده؟ خلعه. فالمسيح له المجد، صدقني مش بيضايق علينا. أقول لك ما تكنسش كنوز على الأرض حيث الصدأ والسوس والبتاع. مش ما تاخدهاش بالمعنى السلبي. امال ايه؟ لا ده ليها معنى ايجابي كبير قوي. انت مش محصور في التراب، انت ما انتش صغير، انت مش بتاع الجزدانيات والتراب والعفن ابدا. ده المسيح نقل سيرتك وحياتك للسماويات. كنز ايه في الارض؟ فعشان كده بقولك لما الواحد بينه وبين نفسه جوه قلبه يقطع مع نفسه في هذا الأمر ويقول أنا وجهتي محطتي الأخرانية السماء. لما الواحد بينه وبين نفسه في أوضته المقفولة ويقول إيه إحنا نرسي في هذا الأمر، أنا رايح فين وجاي منين وعايش إزاي وبعمل إيه،
القصة الكبيرة دي والدوشة الكتيرة دي، الخيالات اللي ملهاش حدود وملهاش نهاية، والدوامات اللي بتاخدني يمين وتاخدني شمال وفوق وتحت. بعدين قوم يجي الواحد ايه، يقف مع نفسه موقف ويقطع مع نفسه في هذا الامر، يقول اسمع، from now on، من دلوقتي انا باصص لفوق، ولما يتحقق الانسان في نفسه انه يبغي ملكوت الله وطالب ملكوت الله، صدقني تتغير الحياة كلها. لكن اللي ملخبطنا جدا في حياتنا العامة يعني العادية كل يوم، اللي ملخبط الواحد انه مش عارف له يعني محطة وصول، مش عارف الـ 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 الهدف بتاع الواحد، هيزي شوية العالم وشوية بتاعه، شوية يجي يصلي، شوية يحضر قداس، شوية يقرأ إنجيل، وشوية تانية تلاقيه في حتة تانية وحشة، شوية يتكلموا عن ربنا، وشوية تلاقيهم بينكتوا ويضحكوا كلام بطال، شوية يسلك زي أهل زي بتوع ربنا، وشوية يسلك زي أهل العالم. فتلخبطت الحكايات، دخلت في بعضها كده. لكن القديسين دول كانوا فعلا فعلا محددين، so determined، محددين. كلام المسيح كلام غالي، اما يقول اطلبوا اولا ملكوت الله، كلمة دي لازم ترن داخل اعماق نفسك. ليه؟ لانك انت بتاع الملكوت، لستم من العالم، ده كلام المسيح، انت مدعو للملكوت، فاطلبه. اطلب ملكوت الله، فاكر ملكوت الله دي يعني حاجة خيالية كده، شكله ايه؟ ايه هو ملكوت الله؟ طب اسأل كل واحد، ايه هو ملكوت الله؟ لما يبتدي الانسان زي ما بقول لك يدرك، يفهم، يستنير، يطلب ملكوت الله، يفهمه، يعرفه، بل يحيا فيه. يقول لك عايش ازاي؟ يقول لك ده انا عايش في ملكوت. لما اوصانا المسيح ان نصلي قال صلوا هكذا، ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك. فاحنا مدعوين للملكوت. اقول لك اكتر، اسمنا مكتوب في السماء. طبعا بقول لك احنا مش مؤمنين بالكفايه، مش مصدقين تماما. اسمنا، اسم كل واحد فيكم مسجل في سجلات السماوات. طب عاوز اكتر من كده ايه؟ افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في السماوات، اسمك مكتوب في السماء. بس جاهد انك توصل، يعني ليك مكان وليك مطرح وليك اسم وليك ميراث وليك اكليل عند المسيح، اكليل لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ، وملكوت قبل انشاء العالم. بس كتير ناس خابوا من الدعوة، ناس كتير دعوا بس ما وصلوش، ناس كتير كانوا مدعوين رسميين بالبطاقة، جاي له دعوة بالكارت بس ما راحش فما خدش. فالملكوت بتاعنا المسيح اشتراه بدمه، الملكوت بتاعنا، بس لازم تتحقق ده في نفسك وتثق فيه وتصدقه ان الملكوت. لا تخف ايها القطيع الصغير، اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. قولها تاني، أباكم سر أن يعطيكم الملكوت، بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة. إذن المقارنة لما تعملها بقى الواحد يدخل إلى الحق في نفسه ويقارن بين ملكيات الأرض وملكوت الله،
وبين ان الانسان يملك في الارض ويبقى له كنز ويبقى له بتاعه حاجه يعتمد عليها ويتكل عليها ويامن مستقبله من الكلام الكتير قوي اللي زي كده، وبين انسان امسك بملكوت الله. القديس يوحنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس قال له ايه؟ قال لتيموثاوس امسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت. هي تتمسك؟ اه تتمسك. تمسك بالحياه الابديه، ما هيش خيال ولكنها حق. فهل ممكن تقدر بقى تعمل المقارنه بين ملكوت الله وبين كل ما هو على وجه الارض؟ مش ممكن. ايش جاب لجاب؟ ايش جاب مجد العالم الفاني الكذاب لمجد المسيح الابدي؟ مش ممكن تتقارنوا ببعض، مش ممكن يتقارنوا ببعض. ايش جاب غنى الفلوس جنب غنى الروح؟ لا يمكن. من سيرة البابا كرولوس ده يقول لك ايه؟ يقول لك انه عاش فقير ومات فقير. عاش فقير ومات فقير من ناحية ايه يعني؟ من ناحية الامور المادية؟ لما تنيح في ذات اليوم رحنا القاهرة وقلعنا هدومه، يعني لبسنا الهدوم الكهنوتية الكبيرة عشان يقعد على الكرسي حسب طقس تجنيز البطاقة. الهدوم اللي لابسها تحت ما يلبسهاش أفقر فقير في مصر، جلابية فقيرة قوي. لكن تفتكر كان فقير؟ اللي بيغني كثيرين، كل محتاج وكل ضعيف وكل مسكين وكل مريض وكل اللي في ضيقه كله جاي يبكي قدامه، ليه؟ عشان يديله هو. هو كان فقير ولا كان غني؟ لا كان غني جدا، كانش فقير صدقني. وافتقر بإرادته، افتقر بالإرادة. والفقر الإرادي مش فقر. أصبح فقير قوي قوي قوي. حتة الشوز اللي لابسها حاجة والجلابية اللي لابسها هدوم فقراء، لكن في الداخل الإنسان الخارج يفنى والداخل يتجدد يوما في يوم. عشان كده بقول لما المسيح يقول لك أنت بالذات اطلب ملكوت الله، عاوز يفقرك يعني؟ بيعوا مالكم واعطوا. والمسيح عاوز يفقرني؟ لا لا، المسيح عاوز يغنيك، بس عاوز يغنيك بغنى الروح، عاوز يشبعك. كل اموال الدنيا ومجدها لا يشبع. صح، صدقني صح. اللي جري ورا شهوات الجسد ما شبعوش ولا هيشبع حتى الموت. يعني اللي سابوا نفسهم يعني للإباحية بمنتهى شبعوا، لغاية لما أجسادهم بعد عنك اتضربت بالأمراض والأوبئة وترموا في الشارع، شبعوا من الشهوات؟ قالها المسيح للسامري، قال ايه؟ قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش، اما من يشرب من الماء الذي انا اعطي فلن يعطش الى الابد. عشان كده بقول لك المقارنه ما فيش وجه للمقارنه. اذا دقت غنى الروح، اذا دقت ملكوت الله جواك، ما انتش عاوز ملكيات، انت مغتني، انت مكتفي، انت غير راغب. يدولك الدنيا كلها، مش ما تسويش حاجه في عينك. اللي خد المسيح، اللي اغتنى بالمسيح، خلاص كف عن ان يطلب ما في ايدي الناس. كان يافطه صغيره كده يعلقها البابا كرولس، يقول لك ايه؟ ازهد فيما للناس يحبك الناس. تزهد في الحاجات اللي في ايدين الناس، الناس تحبك.
طب مش عاوزها ليه؟ لأن عندي أفضل. متعفف عن المال ليه؟ ما أنا عندي أحسن. إحنا مدعوين للملكوت مش عشان نسمع عن القديسين أو فضائل القديسين أو مجد القديسين أو المعجزات كأنها تسلية أو أزازة لب يعني. لا لا لا. دي بس ربنا بيورق عشان تذوق طعم الملكوت. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ذوقوا يا أخي ضحكتك. الملكوت ده بتاعك أنت مش بتاع القديسين وبس. المسيح بتاعك مش بتاع القديسين اللي أحبوه طبعا وعاشوا ليه وكرسوا العمر. دي عينات عشان لما الواحد يبص يتشجع، عشان لما الواحد يبص قوم يشتهي الملكوت بأكثر جدية. يبقى لما يسعى للملكوت بجد ولما يسعى للملكوت يدوس الأرض فعلا، يدوسها يحتقرها. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس. طبعا بتفسد، هي ثروات الأرض ومقتنيات الأرض مش بتفسد؟ ده كلام المسيح. تفسد ونص. ده هو جسمنا مش بيفسد، ده احنا واحنا عايشين بيذبل وينضرب بالأمراض واحنا وشايفينه. اذا كل ما يخص الجسد يفسد يبلى يزول. حيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوز في السماء حيث لا يفسدها سوس ولا أكل ولا ينقل السارقون فيسرقون. لا، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. طبعا الواحد دي مش هيضحك على نفسه. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. تحسها في نفسي. إذا كان اللي بيشغل بالك حاجة على الأرض أيا كانت، وحاجة اللي يفرح قلبك حاجة على الأرض، يبقى أنت لسه مش على التراك. إذا كان لسه الواحد الإيموشنز بتاعته بتروح أب أند داون بالحاجات الأرضية، كسب ينبسط، خسر يبقى داون، نجح ينبسط، سقط يبقى داون. يبقى ايه ده؟ مين اللي بيحركه؟ العالم. الصحة شديدة قوي تبص تلاقي الواحد ايه فارد عضلات. طب الصحة نزلت تبص تلاقيه ديبرست. يبقى مين اللي بيحركه ده؟ مين اللي بيحرك قلبه مرتفع الى فوق ونازل لتحت وفوق وتحت وفوق وتحت؟ ده العالم. أما المسيح ايه؟ المسيح ليس عنده تغيير ولا شبه الظل دوران. لما تبص تلاقي الفرح ده يبقى موجود ومستديم وممتد وليس الى وراء. طب مرض يدن الفرح موجود. طب دخل في كارثة برضو الفرح لا يخبو. حاجة غريبة اوي. طب في موت وجنازة للدموع كده والفرح جوه. حكى لي واحد من الاباء الرهبان كنت ازوره من كام شهر، قال لي لما ينتقل واحد مننا نبكي وبعدين ما بنقولش للأهل عشان السنيجو يتشوشروا علينا، نصلي ونروح عند الطفوس اللي هو القبر في الدير ونستودعه. ما هو مسافر كان بيجاهد معانا ومشي راح الأفضل. وبعدين واحنا في قدام القبر نقول خريستوس انستي، نرتل لحن القيامه. لحن القيامه ده لحن اكبر لحن فرح في الكنيسه كلها. فيقول لي ايه بعد ما نحطه في ونودعه نقول ايه؟ المسيح قام بفرح وتهليل. حاجه غريبه قوي. الموت ايوه طبعا، انت مش انحست للمسيح اللي غلب الموت ولا انت ناسي؟
عشان كده بقول لك اذا كان حاله القلب بتاعك حيث يكون كنزك يكون قلبك، اذا لقيت قلبك رايح جاي رايح جاي فوق تحت فوق تحت، اعرف ان احنا لسه متعلقين بالعالم. حاجه تشيلك فوق تخليك يا سلام قبل تلاقيه فرحان جدا، ايه حاجه من تفاهات العالم، وحاجه تانية تخليه مش عاوز يبص لوش حد ولا يتكلم، نفسيته تعبانه وباكي تعبان تعبان ليه، حاجه من الارض. اذا كان القلب لسه بيتحرك اب اند داون بسبب الامور الارضيه يبقى احنا لسه مربوطين بهنا. اذا كان الواحد بقى استوثق مسكته للملكوت، تمسك بالحياه الابديه، هي الحياه الابديه فيها حزن؟ لا، يهرب الحزن ووجع القلب. بص تلاقي الواحد ايه بشوش حتى في عز الالام الضاغطه، صدقني شفت ناس كده في الالام والمرض وتلاقيه بشوش، الالم بيطحنه ولكن مفيش كآبه، ايه في سلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ قلوبكم. لا امال ايه يغلب؟ مين اللي هيغلب ألمنا وأوجاعنا وأتعبنا؟ عشان كده بقول حيث يكون كنزك يكون قلبك. حط ده بقى ترمومتر في جيبك كل شوية تانية تعرف بيه نفسك. إذا احنا لسه عمالين نتحرك بحركات العالم ونتأثر بموجات العالم وبحر العالم، مرة هاي تايد مد كبير قوي ومرة جزر، الدنيا كده الدنيا كده. بص تلاقي الواحد ايه مكسب كبير ما بيفضلش، بعد شوية تلاقي خسارة او صحة او شباب ما بيفضلش، بعد شوية الواحد بيعجز. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك، ده ايه ده؟ ده قانون، ده قانون الهي. لما القديسين عملوا كنزهم في السماء بقى قلبهم متعلق بيه، بقت الارض كلها لا تؤثر فيهم. ايه ده تسميه برود مثلا؟ لا لا لا، ده غلبة العالم. اقول لك واحد مش بيتأثر، لا ده غلب العالم، دي الموجات ديت والرياح بتاعت السطح دي بتاعت السطح، عارف موج المحيط ده على السطح بس، لا الموج عمال يضرب يرقع، ده فين؟ ده فوق. انزل مثلا 300 400 متر في قاع المحيط تلاقي سكون، الاعماق كده. لما الواحد فينا يقول يسمع كلام المسيح حيث يكون كنزك يكون قلبك، لما تبتدي وتخلي كنزك كله في السماء تبتدي تحس بقى بالايه؟ الستدي لايف، حياة في الثبات، الثبات في المسيح. يقول لك ايه؟ ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن. جيش ده الواحد لو واحد بيطرده ما ينامش الليل، يقول لك لا لا لا، ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف، خلاص انتهت. طبعا الكشاف الثاني الصغير قوي لما المسيح بيقول كنزك في السماء وكنزك في الارض، الكشاف اللي يكشف في الحتة دي كويس قوي ان الانسان يبتدي يبقى ايده سخية، يبقى سخي في العطاء في الامور بتاعت الدنيا دي، تلاقي عنده سخاء 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 سخاء، ايه ده؟ ما تسويش، هو بالنسبة لي ما تسويش. فلما يفرط فيها يفرط فيها بسرور، عشان كده يقول المعطي المسرور. هو حد بيدي وهو مسرور؟ قال اه، لان هو بيدي عارف ان هو ان الحاجات ديت يعني ده من ايد ربنا واعطيناها وهي ملهاش حاجه وانا مش متعلق بيها ومش هاخدها، فما دام وصلت لعندي واقدر اعمل بيها حاجه كويسه ما اعمل. وده برضو ايه دي حته تفهمها كويس. اذا وجدت في الواحد وجد في نفسه الشحيح متمسك عاوز اكتر وبحق او بغير حق بكويس او بسرقه حتى، يبقى افهم العكس. متى امتلأ القلب من النعمه فاضت الحياه سخاء، تلاقيه سخي من جميع، مش بس في الفلوس،
مرمي على كل واحد، باذل لكل واحد، محب لكل انسان، سخي، قلب مفتوح، قلب محب للعطاء، يكره الاخذ. انبسط قوي قوي لما يدي، ويتضايق من حد عاوز يديله حاجه بالعافيه. عشان كده بقول لك الانجيل ده ايه؟ دستور للحياه. لا تكنزوا لكم كنوز على الارض، حيث يفسد الاكل السوس الصدق ينقب السارقون ويسرقون. اكنزوا لكم كنوز في السماء، حيث لا يفسدها سوس ولا صدق ولا ينقب السارقون فيسرقون. لان حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك لربنا المجد الدائم. يوم الموت كريم.